خلي الدم انضب بعض يا مرحبا. يا الله تعبنا من لون اليوم جلسة رجعني من الوقفة. بس شلون التصوير كان شرفك؟ ها؟ يعني ليش هيك هالقد عاطفة لكم؟ يعني شو بدي اعمل؟ لانه بصراحة مو هاد اللي كنت متوقعته. شو يعني؟ ايه هذا التصوير يعني انا ما قلت لك انا والله ممثل تلفزيوني عم يعني معي شركة انتاج. انا ما طلبت تكون تمثل والله كثير بروفيشنال ما بعرف شو، بس ما يعني التصوير مو ظابط لي حتى الزوم لك ما الصورة كلياتها مغبشة. تصوير فاشل. هونيك بس انا لسه طاقنا علينا ما شوي يعني بس انه معدات شوي كان ناقصه بس ان شاء الله بالايام الجايه مني. هلا انت اول فيديو لسه علي شو بالايام الجايه ولو شو بالايام المفروض هلا نبلش بشيء مميز شيء قوي. والمايك ها والمايك عم يطفي كم مره جربنا ثلاث اربع مرات مشان بس نصور مشهد واحد وعيد العيد 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 اجبار بدي كان اطلع شو ما كان يعني لا بس انه جهز يعني جهز قبل بوقت طالما بدك تبلش فيديوهات مميزه وحلوه ويعني جهز قبل بوقت ظبط المايك قلت لي هذا الكابل منزوع وما بعرف شو جيب واحد غيره ان شاء الله نجيب هلا هو ان شاء الله انت بتعرف انه بتعرف عنه تصوير يعني لا كل ما شو بدي قلت تعي خلينا نصور يعني جهز مو بس انا اجي يلا من هنيك لهون وبس لا انت لسه بدايه لسه اول فيديو ما هو لانه البدايه هو لانه البدايه لازم تكون بدايه قويه ليش معصبه؟ مو معصبه بس انك استفزتني هذيك المره سكتت يلا بما انه اول فيديو ما رح تحكي شيء بهذا الفيديو مره ثانيه شو بعرفني خلص يا اخي من جربان انت شو رايك؟ انت شو رايك احمد؟ عبالي انا ما بفهم مني ما بحكي معه يا اخي يا سارة بس لفهمك كلمتين انه انت لسه هلا بلشت معنا انه شوي شوي خلينا نتاقلم مع بعض خلينا ناخذ وش على بعض خلينا نعرف نصور يعني شوي 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 كثير صرت تعبان ليه؟ بس بس شوي انا بدي افهمك نقطة والله ما كنت شغلتي لا تحكي كردي احكي يلا فكر عم نحكي عليه لا تحكي ايش احكي قدامها لا لو سمحت لا تحكي كردي احكي قدامها ايه ليش عم تحكي كردي لا بس عم بحكي معه موضوع خاص لا ما عم بحكي خاص عم بحكي عليه ايش كانت شو بس لا تمزح معي بس لحظه شوي عم بحكي عليك على فكره كان ما كان عم يحكي عليك يا ابو الدلع اساسا بس لحظه شوي اساسا انه قاعده انا معكم عربيه وما بعرف غير عربيه تركي اوكي احكي بتحكي تعلم حبيبي تعلم بس انا بتحكي كردي يعني لغه انا ما فهمت معناتها اكيد عم تحكي شيء سيء ما بصير عيب يعني عيب أيوه. كثير يعني ما بحب هيك نظامي بس اقول لك انا اوكي ليش بركي مع اولاد نحله طبعا انت ليش متضايقه ما عم بفهم شو بتضايق عم تقول لي انه انت هلا مبلشه معنا جديد حتى ناخذ وش مو قصه لك المشكله مو انه ناخذ وش على بعض انت بتعرفني دغري اول ما شفتك انه اوكي صرنا نفقع وما بعرف شو نحكي وناخذ ونعطي بس المشكله انه فيك المشكله طب ليش ما تقول انه المشكله فيك شو هلا اسمع شوي اسمع انا لحد هلا ما حكيت عنك شيء ما بدي اياك شوفي حالك انت لازم تساعدك بالبدايه عم تخربطي كثير وما بتعرف تاخذي دورك بالحكي انا اكثر انا ما حكيت معك انت بس بدك تحكي اذا بدك تحكي عن نقاط انا بحكي عن نقاط كمان انت حسبت الخربطه اللي خربطتها وما حسبت كم مره عدني كرمال المايك اللي بيقرف اللي عندك اياه يعني انا بسالك شغلي هلا انت عم تقول لي انه بدايه الفيديو ونحس ما اخذنا وشمعك مو هي النقطه نقطه انت معداتك وحتى امكانياتك فاشله صح طب هلا اي في المعدات على جنب على اساس انت كم مره خربطتي انت ما عم تعمل صوره ليه طيب ما صدقك لا بغير قدامها خلص ما بدي تحكي بلغتك بس انه مشان افهم انا شو عم تحكي ليه بغير قدامها خلص سكوت جديد البنت ما بتعرف انت عم تحكي احكي ما هي عم تحكي انا ما حكيت هي عم تحكي مضبوط انت جديده ممكن تخربطي بس ما انا قلت لها اوكي بفهم بفهم ما عليك هلا انا بفهم بفهم روح شوي احمد روح شوي بعرف ليك انا خربطت وانت خربطت وانا ما عندي مشكله نعيد مره ومرتين وثلاثه بس نعيد على شيء فقدر يطلع شيء افضل مو نعيد كرمال بس اعطي بلاي ستيشن وخليها كرمال الزوم ما بعرف شو كرمال الكاميرا مدري شو اعطي بلاي ستيشن وخليها اوكي انا شيء جاي من بعيد يعني مشان نصور انه ساعتين ثلاثه مو مشان كم مقطع خمس اربع خمس خو شغل بلاي ستيشن هلا انت ليك انت ما صار لك انت ما لك مبلش شهر وشهرين وثلاثه على اليوتيوب انت صار لك سنه سنتين صح ولا لا؟ لك يعني انت ليه عم تلفي دوري؟ يعني خلص يعني شوفي يعني انا احط لك مقطع في بالك
انت كمان جيتي كمبتدئه، يعني انت يعني طريقتك بالتصوير شو بتدي افكر حالك انت ممثل بروفيشنال مثلي مثلك يعني بالنهايه. لحظة ما عم قلل من قيمتك بس انه مبتدئ او ما بعرف شو يعني بيسمع هيك فرق انت مخرج بقول تدعك انا ماني مخرج. لا خلص بين شوي بس احمد يعني ليك ما قلل بس انت لك يا عيني اسمعيني شوي إيه بس انت عم تحكي ما بتخليني احكي انت عم تقول لي مبتدئ او انت قعدتي كم مرة ومدري شو هيك بالخير الله طلع معي هيك بالاول كم فيديو انت ليك شوف انا كم اول فيديو اسمعي اسمعي معك كل الحق والله معك كل الحق هو بني ادم انا من حقي خربط ومن حقي عيد لانه انا على قولتك مبتدئه مو صرت مبتدئه انه بالتمثيل او لا مبتدئه باليوتيوب تمام اما انت العيب وقت بتخربط وقت ما بتكون جاهز 100% العيب منك انا معك انا معك حتى انا كنت متوقع هو جربان مثلا وقت اللي شفت الفيديو هاي حسيت انه ما بعرف ترددت يعني اجي ما اجت بس خلاص يعني بيجي يعني صور كم فيديو هذيك المره يعني خربطت يعني بتجي مشاني شوي اسمع بتجي مشاني ما عاجبك شو بطلع يعني لسه ما بلشنا ها لسه اول يوم هيك عم تعملي يعني ما عجبك قولي لي ما عجبك انت لا تصور ما خلص انا بصور ما تنشا تسكا لا تحكي ما انت خلص بدك تصور لا تصور ما اذا بدك تضل بمستوى هذا الفشل انا ما رح كمل بتصور معي هي ما تصور معي يعني شو انت فشل؟ ايه فشل يعني ليش تزعل من الكلمه لا ما زعلت بس انه انا فشلي صدت 800000 880000 ايه بس ايه فشلي فالله بيعلم من يعني الفاشل بالضبط انا اجيت بالضبط انا اجيت مشان نحن نحسن نوصل على القليله مليون اكثر من مليون بس انت جاي نوصل بس بعقلك هذا تفكيرك هذا تكبرك ما بنصير خليك شوي متواضعه ما تشوفي حالك زياده عن فشلك هذا وتصويرك الزفت اكيد ما رح تصير ولا رح توصل للمليون من هلا بس بعد اذنك يعني احترمي الفاظك شوي لانه انا بعرف لا انا اول شيء محترمه حالي لا منك محترمه حالك اصلا انا هذا قلت انت اصلا انت اكبر فاشله لما كنت ما بتعرف تصوري اصلا انت بدنا نحكي على الفشل محترمني انت لو محترمني ما بتحكي كردي ما بتحكي كردي ولغه غير ما بعرفها مع اخوك انت لو محترم انا بحكي معه بيني وبينه انت شو قصدك بلكي انا عم بسبه انت شو دخلك لا يعني بتحب تسمعي ما بتصير تحكي قدام انا كم مره بدي اعلمك قلت لك شو ما كان الموضوع كم مره قلت لك شو اللي بدي اعلمك قلت لك كم مره خلص انا ما انا ما بدي اعلمك خلص خلص اي ما حال انا ما بدي اعلمك احمد لا تحكي كردي خلص انا ما بدي اياك من ورا راسي عم تحكي نظامي يضربني كفين ضربني كفين لا تحكي قدامي بس لك انا ما بدي اعمل مشاكل بينك وبينه عملت مش الحال خلص يا لا ليش عملت اسمعني اسمعني شوي اذا منك حابب تكملي معي خلص ايه لا انا قلت لك انا لما بدي ادخل يوتيوب بدي ادخل شيء حلو كثير ومهضوم مش الحال خلص هذا هذا امكانيتنا انا هي امكانيتي اوكي اذا انت هيك حاط في بالك تضل نفس مستوى الفشل والتصوير انا هذا امكانيتي خلص يا اخي كان معك احمد انا ما عرفت شو بس خليك معك بركي ما في ما في تروحي ما في تروحي والله ما في تروحي بركي لك يا عيني ايش كيف انا بيشو انا مو موضوع تقليع او عم بحكي معك شيء بس انه انت ما تحترمي حالك انت هي الكلمه هي الكلمه الحالة مستفزه لان لسانك بيكون صار زياده عن اللزوم لا بدك تسمحي لي لما عم تقولي فشل انا اكبر فشل هو اصلا عطتك وجه على فكره انا الحق علي نزلت مستواي وجيت لعندك لك بشو اي مستوى عم تحكي عنه؟ انت وين فكر حالك؟ يا رجل عم تحكي لي عن مستوى شو فكر حالك؟ وين فكر حالك براد بيت او شو؟ لا ماني لا براد بيت ولا براد بيت انا محمد لحالي بس اللي بكفي جاي تعطيني ملاحظات وانت مبتدئ وانت ما بعرف شو روح اول شيء انا ما حكيت شيء شوف شغلك شغلك وفشلك بعدين تعال انا بس بدي احكي معك كلمتين بعدين انا بدي احكي معك يا عيني بس خليني كلمتين انا غلطت معك شيء انا قلت لك انا ما غلطت انت بلشتي لما عم تقولي لي فشل شو معناها لما عم تقولي لي فشل شو يعني لا خلص بروك احمد مش عادي صوت مش خلص 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 بس خلص رنا دخل رنا خلص رنا فعلناك فعلناك خلص رنا خلص احمد خلص رنا 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 هلا خلص انا ما خلص انا مشاكل خلص قلت لنا الدم نضرب بعض خلص مش خلص بس قلنا الدم نضرب بعض خلص بس بس يا مجنون بس مالك 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 شو؟ ما دخلني الله ما دخلني انا ما دخلني انا ما دخلني هذا اخوك هو اللي حكى الفكره انا ما دخلني اسفه انت ما عرفت تبقى يا اخي بياخات ضرب يا حمار ضرب العين خلص
خلص رو عن جد اسفه عن جد اسفه، بس هو هي فكرته، انا ما دخلني هي فكرته هو. خلص روح، ما بنمزح هيك، بمزح هيك، بزح بمزح هيك. احمد بنزح كلامك كثير استفزازي انت. ايه طب لو ما حكيت هيك ما كان اسمه بقلب، ما كنت متعصب اساسا. يا صاحبي احمد انت زودتها. طردني على عين جد، عصبتني عم لا بين ديني امزح يعني على جد. عم شاء الله ضايعك تمزح معي مزح؟ انا عادي انت بتشوف انتباهنا معك هيك شيء. انت ايمت مزح؟ انا بخليك مد ايديك قدام العالم؟ خلص روح. انا نهار عم مزح بعدك مزح؟ اه روح خلص روح. هيك ما قالي بصير. روح شوي. خلص روح. اسكتوا. لك لسه اول يوم لك انت. ما دخلني انا ما عندي افكار شريره. كله منك على فكره، منا هي قالت. ها سرعتي والله مش فاهم. انا هلا تقاتلته مش الحال، تم المقلب على الحال، قلت خليني اهرب. وين حتى انت؟ صحيح قبل عليك اهو، في وحده ثانيه. منطقه حقيره. منطقه حقيره. وين شو ما شفتها؟ هي من كلامي المستفز. مالك جيب جوكر تحل الخزينه. ما انت طلع اي ورقه حطينا، طلع ورقه. ليك حطينا ليك. شوف شلون هذا التشوبر دائما بداية تصميمي لي. شو حقير عن جد؟ وحياة تصميم مادي. شو اذا ما اردت لها يا انا شو دخلني؟ انا بدي ارد عليك. رد لاخوك. عملت فيه انت اول مرة انت هون، بس وحياة عيونك. انا بس مشاكي معه، بس انه هو ما دخلني. انت اللي حكيتي انا مرة، انت ايه؟ هو انت شك حقير. انت اللي حكيتي انا شو لك؟ ليش هالك؟ انت حكيتي مو انا. قوم احمد والله جد، قوم يلا ونكون صح. نلب مالب عليها جد، لا انت عملت فيها جد مالك. بس جد هيك مالب كثير استفزني. على فكره ضربت الساعه هيك بعيني انت. ما قدر، عصبتني. انت جيت تضربني يا زلمه اصغر مني بسنه، تجي تضربني. استفزتني. واذا يعني ما ضربك كسر لك راسك كمان. حصل خير، حصل مثل ما وعدتكم. في مقلب خطير رح يصير بسعره، بس ايمت وكيف وشلون انا ما رح. طالما انا معك لا تخافي، انا اللي بسوي فيك معالج. انت احقر واحد، طلعي فيها بكره بنشوف. المهم شباب، رابط قناتها لساره بالوصف، اعطوا لحدا يروح يشترك. حساب انستغرام بالبايو، اذا عندكم مقلب حلو بس اكتبوا لي اياه على الانستغرام. عشان نعمله مره ثانيه، عشان اعمله فيها، عشان نعمله مره ثانيه انا واحمد ومحمد. طيب بنشوف. وصلونا هالفيديو لل 20,000 لايك فضلا وليس امرا، نشوف هالفيديو كم لايك ممكن توصلوا. قد ما فيكم اضغطوا لايكات من ورا حساباتكم. اسمعوا، اذا بتحبوا المقالب حطوا لايكات للفيديو، اذا شفنا دعمكم لايكات. خلي اعطونا افكار كمان، افكار مقالب وافكار حلوات. طبعا ما تبعتوا لي افكار مقالب بالفيديو، بعتوها على انستغرامي، انستغرام ساره، انستغرام محمد، انه مثلا بدك تسوي فيني مقالب، بدك هدول يعرفوا تبعت لهم. ساعدوني. هيك هون بكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الحلقه. تحياتي لكم، السلام عليكم.